أفاد مصدر نيابي أن الكتلة السياسية اتفقت على تمرير قانون الانتخابات على أن يكون بدوائر متعددة وترشيح فردي. وفي سياق كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم، كشف أن لجنته صوتت على 45 مادة في مشروع قانون الانتخابات الجديد، فيما لا تزال 5 مواد فقط قيد النقاش داخل اللجنة القانونية.